يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، بالأمس في يوم الجمعة خطب بنا خطيبنا خطبة واحدة، فلما كلمناه قال بأني قد نسيت الخطبة الثانية وهي سنة، وإن الصلاة صحيحة، فهل قوله صحيح؟ ما أدري، هذا يجب أنه ينهى أمره إلى الإفتاء، ويذكر أيضا ويراجع فيه وزارة الشؤون الإسلامية، لأن هذا أخشى أنه يفتح الباب للناس، لأن فيه الآن من اللي يدعون العلم من يقول ما فيه للجمعة إلا خطبة واحدة، يفتح الباب هذا، فيجب أنه ما يترك هذا ويرفع بشأنه إلى المسؤولين. نعم.